هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في الإسراء والمعراج؟ رأى سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إيه نعم، رأى النار ورأى في صلاة الكسوف أيضا، رأى الجنة ورأى النار وهو في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: كيف نجمع بين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للجنة وبين الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يا أخي، الجنة ما هي نوع واحد، أنواع، هي أنواع من الجنات، شيء أخبرنا الله عنه وبينه لنا، وشيء قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما أنهم أخفوا أعمالهم وقيامهم بالليل، أخفى الله جزاءهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وقبله يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، الجزاء من جنس العمل، لما أخفوا أعمالهم خوفا من الرياء أخفى الله جزاءهم. نعم.